السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شباب، معانا درس اليوم، درس جديد من دروس مادة الرياضيات 3، درس في الفصل الثالث، درس الرابع بعنوان قسمة كثيرات الحدود. كيف يتم عملية قسمة وحدات الحدود؟ خدناها اللي إحنا قلنا إيه الأسس، في طرح الأسس. متى تكون وحدة الحد في أبسط صورة؟ قلنا ما يكونش في أساسات لها نفس الرمز وتكون وسيبها، أو في أس سالب موجود عندي، أو في صورة أو كده لازم أوصلها، أو أقواس أوصلها لأبسط صورة. خدنا في الدرس السابق العمليات على كثرة الحدود، خدنا ضرب وجمع وقسمة. قسمة هناخدها اليوم إن شاء الله برضو كثيرات الحدود. مفردات القسمة التركيبية. قسمة كثيرة الحدود على وحدة حد، وأنا بقسم الشباب لابد إن أنا أقسم الأعداد، أقسم الرموز، إن أنا أطرح الأسس، بس تكون الرموز المتشابهة. يعني 6 تقسيم 3 2 إكس أس 4، هنا إكس أس 1 يبقى إكس أس 3، بطرح الأسس. واي أس 3 واي أس 1، بطرح الأسس برضه، 3 ناقص 1 2. زي ما أنا شايف خدت كل واحدة أهي على المقام، وهبدأ عملية طرح الأسس زي ما أنا شايف أهو. بعد كده وصلنا للنهاية، الخطوة النهائية اللي هي واي أس 2 إكس 2 إكس 3 واي أس 2 4 إكس 2 واي ناقص 6 إكس. طبعا إجراء دي سهل بالنسبة لك إنك تطرح الأسس مباشرة، مش لازم تكتب يعني. القسمة الطويلة والقسمة المطولة على قسمة كثيرة الحدود على كثيرة الحدود الثانية، ودي انت درستها قبل كده برضه في متوسط. ناخد اكس تربيع نقسمها على اكس يطلع لنا اكس، ارجع اضرب الاكس في الاكس وهي سالب 5. زي ما انا شايف اضرب في اكس، بعد كده اضرب في سالب 5، طلع لي الناتج. هنا هغير الاشارات عشان خاطر كاني بطرح اهو، دي موجب خليتها سالب، دي سالب اخليها ايه موجب. دول اطرحهم مع بعض، طلع الناتج 8 اكس ناقص 40. أكرر نفس الموضوع 8 إكس على إكس، يطلع لي إيه موجب 8. أضربها تاني برضه بنفس الطريقة، طلع لي 8 إكس ناقص 40. أغير الإشارة، دي سالب صارت دي موجب، الناتج هيكون صفر يعني بدون باقي خارج القسمة، أو ناتج القسمة هيكون إكس زائد 8، مفيش باقي طبعا. يقول أي مما يأتي يكافئ العبارة. طبعا لما يجي لك ايه 3 ناقص ايه اس سالب 1، معناها ان هي قسمه مقسوم عليها، ولكنها الاس ده رمز انها ايه مقسوم عليه الاس السالب. اروح اعمل عمليات قسمه عاديه زي اللي انا اخذتها من شويه واكمل عادي. قسم على سالب ايه زائد 3، ايه تربيع على سالب ايه برضه زي ما عملت المره اللي راحت. بعد كده اغير الاشاره بعد الضرب، اضرب وغير الاشاره، الناتج في النهايه طلع باقي 19. اذا هي الناتج هيكون سالب ايه سالب 10 سالب ايه سالب 10، وباقي عندي 19 بالموجب اللي هي سي، يبقى الاجابه عندي سي. ده بالنسبه للقسمه المطولة. شوف القسمة التركيبية بعد كده. القسمة التركيبية طبعا طريقة مهمة للقسمة. طبعا عندي ادي اول شيء ان انا برتب المقسوم بالنسبة للاسس 3 2 1 ما في يعني صفر. بعد كده اخد العوامل، عوامل كل حد، واخد من هنا لو دي سالب 4 بعكس الاشاره تكون موجب 4، واحطها جوه البوكس اللي هو الايه الصندوق. جوه البوكس 4، وادي العوامل بالترتيب 2 سالب 13 26 سالب 24. اول شيء هنزل باول عامل اللي هو الاثنين زي ما هو، بعد كده اضرب الاثنين دي في 4 واحطها تحت السالب 13، يطلع لي 8. في الحالة دي أجمعهم مع بعض، طلع الناتج سالب 5، أرجع أضربها تاني، يطلع الناتج سالب 20، أجمع يطلع 6،
أرجع أضربها تاني، أطلع 24 بالموجب مع سالب 24، طلع الناتج صفر، يعني ما في باقي. هاخد الاثنين دي، طبعا الأس هنا 3، يبقى الاثنين دي اكس أس 2 أقل منها بواحد. 2 اكس أس 2، بعد كده سالب 5 اكس زائد 6. كده شبابنا الغالبين خدنا اليوم ازاي اقسم وحدة حد، كسرة حدود على وحدة حد، ازاي اقسم كسرة حدود على كسرة حدود تانية باستخدام القسمة المطولة. خدنا القسمة التركيبية بان انا ارتب الحدود وبعدين اعمل عملية القسمة وبعدين اكتبها بواسطة الرموز مرة ثانية. ان شاء الله باذن الله تعالى نلتقيكم في درس قادم من دروس مادة الرياضيات 3. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.